بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله سلطة الطحينة بتاعت المشويات. عندنا بصلة كبيرة متقطعة صغير او مبشورة، وعليها طماطمية صغيرة متقطعة صغير جدا، وهنضيف رشة ملح وفلفل اسود، وهنقلب كويس جدا. وهنسيب البصل والطماطم حوالي 5 دقايق لحد ما ينزلوا ميتهم. بعد كده بنعصر البصل والطماطم من المية بتاعتهم، وبناخد المية بس. بعد كده هنحط على المية بتاعت البصل والطماطم معلقة كبيرة خل وعصير نص ليمون. بعد كده هنضيف حوالي 4 معالق كبار طحينة خام، ونقلب كويس. وبنزود لها مية خفيف لحد ما نظبط قوامها، منضيفش مية كتير والمية تكون عادية. خلاص كده الطحينة معانا بالقوام ده. لو عايزينها أخف هنزود لها شوية مية قليلين. بعد كده هنظبط لها الملح ورشة كمون، ولو عايزين نضيف عليها توم هنضيف فص توم مفروم، وممكن كمان التفل بتاع البصل والطماطم نضيفه على حسب ما احنا عايزين. وخلاص كده الطحينة جاهزة معانا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء إن شاء الله في الفيديو القادم.